اهلا رمضان، ولكن احنا بادينه قبل رمضان اهو تقريبا ب3 شهور، وهيستمر لغايه نهايه شهر رمضان. يعني احنا بنتكلم النهارده اهو احنا موجودين في منتصف يناير، يعني رمضان هيبقى اكتر، فاضل له لسه اكتر من شهرين، شهرين ونص، وهنستمر ايضا شهر طوال شهر رمضان كله بالكامل. اهم شيء ان النهارده انا اتاكدت من توافر كل السلع، وهنا انا بتكلم على السلع اللي موجوده في اي منفذ تجاري في اي حته على مستوى الجمهوريه، ونفس المستوى والنوعيه من البضائع اللي موجوده في اي منفذ او هايبر او سوبر ماركت موجود. اهم شيء من خلال هذه المنافذ ان احنا بنعمل نسب تخفيض بتبدا من يمكن 15 او 20% وبتصل في بعض المنتجات لغايه 50%. وانا باكد هي نفس السلع اللي المواطن هيلاقيها موجوده بعد كده في اي سوبر ماركت او اي محل تجاري بيبيع. والاهم يمكن، وده انا بوجه الشكر الحقيقه لاتحاد الغرف التجاريه، ان هذه كميات البضائع اللي هتبقى موجوده عمرها ان شاء الله ما هتنقص من هنا لغايه انتهاء هذه الشوادر او المنافذ مع نهايه شهر رمضان. حجم السلع كله متوافر باي كميات، يعني كلها هتبقى موجوده على مدار الساعه. واهم شيء زي ما قلت لحضراتكم، ويمكن زي ما وعدنا، هتبقى هذه المنافذ فيها كل السلع اعلى مستوى من السلع بنسخ تخفيضات كبيره جدا هيلمسها المواطن، عشان يبقى فعلا متوفره له البضاعه بالسعر المناسب والعادل ليه، واقل بكثير جدا من المنافذ الخاصه الاخرى اللي هتبقى موجوده. النموذج ده ان شاء الله موجود على مستوى الجمهوريه في كل المحافظات. ومره اخرى الحقيقه انا بنتهز الفرصه ان انا اوجه الشكر طبعا لكل الزملاء العارضين اللي موجودين، لان هم فعلا يعني اوفوا بما وعدوا بيه لما قعدنا معاهم ومع اتحاد الغرف التجاريه على مدار الفترات السابقه، وكان هناك يعني التزام ووعد منهم ان هيدبروا هذه السلع بالنسب التخفيضات الكبيره اللي ان شاء الله يلمسها المواطن. وزي ما قلت لحضراتكم، ده جزء من جهد الدوله كلها بكل مؤسساتها مع القطاع الخاص عشان نوفر هذه السلع بالكامل لمدة أكتر تقترب من 4 شهور لكل الأسر المصرية، هتبقى بالأسعار اللي هتلمسوها بتخفيضات كبيرة جدا بإذن الله عشان تعمل التوازن في السوق. أنا اتأكدت النهاردة كل السلع الرئيسية اللي كان بيتقال في وقت من الأوقات إن في نقص منها، الحمد لله متواجدة بوفرة كاملة وموجودة، وكل المواطنين إن شاء الله هيلمسوا هذا الموضوع. وكل سنة وحضراتكم طيبين، وإن شاء الله وبعودة دايما، وربنا يعيد علينا هذه الأيام المباركة دايما بالخير واليمن والبركة. شكرا لحضراتكم، كل سنة وانتم طيبين. تابعنا مع حضراتكم افتتاح رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي لمعرض أهلا رمضان في محافظة الجيزة، في إطار جهود ومساعي الدولة لتوفير وطرح السلع بتخفيضات مناسبة للمواطنين. تابعنا أيضا كلمة رئيس مجلس الوزراء والتي أكد فيها أن هذه المعارض وهذه الشوادر ستظل تفتح أبوابها حتى نهاية شهر رمضان المعظم. كل عام وحضراتكم بخير. وأكد أيضا في إطار كلمته أن التخفيضات تصل على السلع الاستراتيجية من 15% وحتى 50% على بعض الأصناف، هذه الأصناف التي تتوفر. وأكد رئيس الوزراء على أنه تابع بنفسه توافر هذه السلع الاستراتيجية إلى أن تنتهي هذه الشوادر وهذه المعارض من مهمتها في نهاية شهر رمضان الكريم. وأكد أن هذه الأسعار أقل من مثيلتها في المعارض الخاصة الموجودة، وأكد أيضا أنها متوافرة وموجودة في كل محافظات الجمهورية.